سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم ان شاء الله، واحد العراضه عند اختي، واحد المناسبه بسيطه ديال الطلبه اللي غادي يجوا عندها للدار وغادي يقراو القران وغادي يديروا الدعاء. المهم التحضيرات اللي درنا ليهم كان كل شيء في نهارو، يعني ما كانش الوقت باش يكون شي تحضيرات اخرين. المهم كانت عراضه تبارك الله هماويه وغزاله، كل شيء غادي تشوفوه معايا في هذا الفيديو. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليوا لي واحد لايك. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. Oh.
لا حمد ورسي أسرة.